السلام عليكم ومرحبا بكم ايموبيلي والباقي معكم حصريا في فرصة عقارية ذهبية بكل المقاييس. رانا اكزاكتومون في مدينة بير والناس بمحاذاة الطريق الوطني الرابط بين مدينة ام البواقي وعين البيضة. بصورة ادق رانا مباشرة اون فاصل واحد من اكبر الاسواق الوطنية لبيع السيارات بير والناس. اليوم جبنا لكم عقار ولا ايموبيل 100% كوميرسيال يتكون فقط من المستوى الارضي ويتربع على مساحة اجمالية ممتازة 160 متر مربع، بالإضافة إلى أنه يشمل زوج واجهات نتاع 10 أمتار خاوتنا. دونك متابعينا، أول حاجة راح نديكوفريو فقط جزء صغير من هذا العقار اللي هو هذا المحل التجاري الصغير اللي كان مستغل استغلال مهني، يعني مش قاعدين تشوفوه كامل، فقط هذا جزء صغير ومازال عندنا محل آخر من هذا الجهة. دونك روماركيو معايا امتداد وفساحة المحلات نتاعنا اللي تعطيك اون بال اوكازيون باش تطبق المشروع نتاعك بأريحية تامة، خاصة أنه رانا في موقع ما يحتاجش مقدمات. رانا اون فاصل واحد من اكبر واضخم الاسواق في الجزائر، تحديدا مقابل محطة الوقود والخدمات سالم والطريق الوطني المزدوج. متابعينا، واش رايكم جينيرالمون فلون بلاسمون تاع هذا العقار اللي من وجهة نظر ايموبيلي الواقي انه المستثمر هنايا من المستحسن انه يعاود فيه الاشغال كليا ويفتح المحلات التجارية على بعض كليا مع امكانية الاستغلال التجاري للطابق الاول، خاصة بالنسبة للمطاعم وبعض النشاطات الاخرى. ولا خاوتنا، هذه الواجهه الثانيه نتاع العقار نتاعنا. هذا لي مبل ما راحش يكون 3 مليار وما راحش يكون ب 2 مليار، السعر نتاعو ابتداء من 1 مليار و100 مليون سنتيم. مكاتبنا مستعده لسماع اقتراحاتكم. كانت معكم ايموبيلي الوقي من بيرو ناس، تهلاو في رواحكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.